في محافظة نابل التونسية شمال شرق البلاد تختلف الأجواء خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية عن باقي المدن، حيث تشتهر المدينة بالحلويات المصنعة وعرائس السكر التي تتميز بألوانها الجميلة وأشكالها المختلفة. ويحافظ أهالي المدينة على عادات وتقاليد تم اكتسابها منذ سنين وإقامة فعاليات احتفالية بحضور الكبار والصغار. هذه المدينة الرومانية القديمة تحتفل بطريقتها الخاصة وحافظت على تراثها القديم المتمثل في مهرجان عرائس السكر، هذه العادة أو هذا التقليد الشرقي الذي أتانا من الشرق. المهرجان هذايا ولات عادة ومن تقاليد مدينة نابل، الكبار يلقاو فيه كل ما هو متعة وإحياء للتراث في مدينة نابل، الصغار يلقاو فيه أنشطة مختلفة، ورشات يجسدوا فيها العادة هذه والتقاليد بتاعنا. لا تقتصر الاحتفالات على إعداد الطعام والحلوى المصنعة، تلك المناسبات تمثل فرصة للعائلات والأبناء للمشاركة والتفاعل. هنا يشارك الأطفال في الفن التشكيلي من خلال رسومات على الأوراق باستخدام الألوان وسط تفاعل وأجواء من الفرح والبهجة. اليوم احنا شاركنا في نادي الرسم هذا، فما صغار هما شاركوا في الرسم، يعني زينوا عرايس السكر، والصغار الاخرين عملوا دي تابلو زاده في نفس التيمة. وإضافة لتصنيع الحلوى ذات الرونق الخاص، تعمل السيدات على إعداد الطعام الشهير محليا بالكسكسي الحار، ويعد الطبق الرئيسي بالمدينة خلال الاحتفالات والمناسبات. يتمسك أهالي هذه المحافظة بالعادات والتقاليد التي تتميز بطابع خاص في إحياء المناسبات الدينية والوطنية من خلال تصنيع الحلويات المحلية والأكلات الشعبية في هذه المناسبة وسط فرحة للكبار والصغار. ياسر دبابش، الغد، من محافظة نابل شمال شرقي تونس.